طب انا عايزاك تقول بقى التليفون ده الو وانت تعرفه، ونشوف ودانه بقى موسيقية ولا لأ، بيعرف يغني ولا لأ كده يعني. ها قول الو. الو الو، مبروك يا ساس. كاتشانا حبيبي كاتشانا. شكلك بتغني، شكله بيغني يا سيادة كابتن العميد، نصر. صح؟ كابتن امير وجيه المدير الفني طبعا ومكتشف المواهب، ارحب بيك ومنورنا. اشكرك جدا على المداخله الجميله، ومبروك لمصطفى، مبروك لمصر والنادي الاهلي، ودايما ان شاء الله رافع راسنا. كابتن امير وجيه اسطوره الاسكواش كمان طبعا، صح؟ اسطوره اللعبه دي كابتن طبعا. امير يعني انا حلم ليا كنت اتدرب معاه مش كده؟ لما رجع لمصر، واول حاجه قلتها لبابا اني نفسي اتمرن مع كابتن امير. كابتن امير بجد يعني من الامير احسن حقق مع الشخصيات. المنتخبات المصريه ما لم يحققه اي مدير فني في اي دوله على مستوى العالم. محدش قدر يضاهي في اي رياضه ارقام كابتن امير اللي حقق زي كده. حضرتك لما اتكلمنا على جانشر في حته البطولات اللي حققها جانشر كلاعب، كابتن امير على مستوى الاداره الفنيه ومدير فني منتخب مصر حقق ما لم يحققه اي مدرب اخر على مستوى العالم وفي اي رياضه اخرى. كل البطولات المصريه، كل قصدي البطولات العالميه، يعني كل البطولات العالميه، البطولات العالم كلها ما شاء الله لمصر كابتن امير. كابتن أميرة، أنا أعرف إن اللعبة دي ليها شقين عشان تبقى شاطر فيها أو محترف فيها، شق بدني أو فتنس ليه علاقة بالفتنس، فأنت يعني بتتمرن كتير قوي فبتجيب أو بتبقى رقم واحد في اللعبة دي، أو تبقى بتلعبها بحرفنة. يعني أنت كده يعني عندك الموهبة دي باينة عليك من الأول. مصطفى عسل إيه؟ من أي واحد في الاتنين؟ هو ميكس، عنده الاتنين الحمد لله. ما هو اللعيب اللي بيبقى طبعا وهو صغير طالع اللي هو عنده زي ما تقولي كده بيقولوا يعني موهبه سابقه سنه، هو بيبقى عنده الاثنين. هو مصطفى عنده التالنت وعنده يعني ميكس ما بين رامي عاشور وشبانه على كريم درويش وشرباج، واخد من الناحيتين الفتنس والموهبه، وده اللي مخليه في سن صغير ان هو يعني مميز. بجانب بقى طبعا المجهود الكبير اللي اهله بيبذلوه معاه، وانا طبعا دايما اولياء الامور بشكرهم على المجهود الكبير. انت مش عارفه العميد محمود ده اخويا وصديق عمري، يعني هو متفرغ تفرغ تام لمصطفى ومروان اللي احنا بنعد بقى يبقى بطل العالم يا رب ان شاء الله. خلي الله. بالك يا مصطفى، انا بمرن لك مروان عشان يعني بعمل لك مفاجاه. متفائلين بيك يا كابتن امير، متفائلين بيك ان شاء الله مع مروان دايما. يعني ان شاء الله مروان هو يعني طبعا قدامه مصطفى مثل اعلى، وبنحب نحط فيه يعني خبره كبيره من دلوقتي عشان خاطر يبقى متحمس. وان شاء الله باذن الله يعني مصر دايما ولاده، هتبص تلاقي مثلا شوربه جيتر مؤمن، رامي عاشور، جه شبانه، جه من قبلهم بره ده فيه عمر كريم عبد الجواد، صح؟ كريم عبد الجواد طبعا انت حد اسامي كبيره جدا جدا جدا، وكريم درويش. بس تلاقي دايما الحمد لله يعني في تواصل اجيال، وفي طبعا مجهود كبير ورا الكواليس بيتبذل. بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي على دعمهم طبعا كبير للرياضه بصفه عامه والاسكواش ومصطفى بصفه خاصه. وان شاء الله هو عند حسن الظن، هو يعني احنا عايزين نشوف ان شاء الله على قمه الاسكواش. بس قلقانين على الحته اللي تحت يا كابتن امير. طبعا هي عايزه شغل كبير، وعشان كده الحته اللي تحت احنا قلقانين عليها. ايه الحته اللي القطاع الناشئين حضرتك من تحت؟ احنا دلوقتي عندنا الاعمار كلها في الحته القداميه بصفتي انا، مش بصفتي ولاد مصطفى خالص، انا بصفتي راجل بقى يعني السكواش ده بقى في دمنا خلاص غصب عننا طبعا. خلاص الاعمار عندنا في اللعيبه الكبار دلوقتي كله حضرتك من 29 30 31 33، فالدنيا بتسحب لفوق. قاعده الناشئين بقى دي هي اللي عايزه يحصل فوكس عليها تاني عشان نفضل متربعين على اولويات برنامج الانتخاب ان شاء الله كرئيس اتحاد كوادم. ان شاء الله باذن الله الجونيور بروجرام لازم يبقى اقوى من كده بكتير، ونشر الملاعب اكتر من كده في اماكن بكتير. طبعا احنا بدانا المشروع القومي، وعندنا الحمد لله دلوقتي بورسعيد ومركز شباب الجزيره اكتر من 450 لاعب، بنحاول نوصل ان شاء الله لثمان محافظات لسه السكواش ما وصلش ليها باذن الله. وبشكر الدكتور اشرف صفا الوزاره على المجهود الكبير في نشر اللعبه، فان شاء الله دي هتبقى الخطط اللي جايه اهتماماتنا الاولى. هو كابتن امير عامل حاجه كويسه قوي حضرتك، يمكن كان ده حلم انا اعتقد ان هو بيتحقق على ارض الواقع دلوقتي. دايما يقولوا على لعبه السكواش دي لعبه يعني اللي هو الاثرياء، الناس اللي هي يعني مقتدرين، فهم حققوا حلم ما كانش حد يعني يتوقع ابدا ولا حتى في اي دوله على المستوى العالمي ان هو يتعمل.
ده دخلت ضمن اطار المشروع القومي اللي اتفضل السيد الرئيس بالموافقه على ادراج لعبه الاسكواش دي عن طريق السيد الوزير برضه في العرض على سيادته، وتوافق ان الاسكواش تخش ضمن المشروع القومي تبنات الدوله كلها. فدلوقتي حضرتك عاملين كذا فرع في كذا محافظه، خش روح الصعيد بيروح وجه بحري بيروح وجه قبلي بورسعيد، يكتشفوا المواهب دي. طبعا كابتن امير يعني عامل دور جامد جدا ومتبرع بدوره ان هو يعني يخش جوه المشروع مش بصفه يعني رسميه، راجل داخلها بصفه تطوعيه مشرف ويدير الدنيا من حب في الاسكواش، المضارب الكور الحاجات كلها ادي كلها وفروها اقل حاجه باقل حاجه بيشتغلوا وفروا الكلام ده كله. وعليك تشوفي دلوقتي نفسي بقى كابتن امير في يوم يجي يقعد يعني مع حضرتك والمشروع القومي اللي بيحصل ده يطلع على النور يشرفنا ونفتح الملف ده، مهم جدا يا كابتن لان في ناس دلوقتي في يعني ابهات وامهات ممكن يكونوا بيتفرجوا وشايفين مستقبل ولادهم، ليه لا ما يكونوش زي مصطفى و100 واحد زي مصطفى لا ليه؟ لا والاعمق والاعمق بقى من كده كمان ايه؟ ان اولاد الشهداء من الساده الضباط القوات المسلحه والشرطه و و و دول ليهم حق ان هم الاولويه ويمارسوا في فعلا يمكن التأمير بقى مع الاعداد والارقام ندخل المشروع ده يعني والله من غير اي تكاليف. انا ما اعرفش بسمع ان التايم طب انا اول مره اسمع مش عارف التايم بخمسة جنيه مش حاجات بقى من اللي هي ايه قرش ساق بتحط زمان دي ما بتحصلش، بيحصل دلوقتي على ارض الواقع دي حقيقه. حلو ده يعني ال 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 انا اول مره اعرف المواطن المصري يقدر دلوقتي يلعب سكواش مش عارف ب 50 جنيه في الشهر. طب يا كابتن امير توعدنا انك تشرفنا هنا في البيت الكبير وتقول لنا ده ممكن يتم ازاي؟ ممكن اي حد بسيط بيتفرج علينا دلوقتي وعايز ابنه يدخل في اللعبه دي، شايفه موهوب اللعبه دي والاسماء دي مصطفى ومحمد واخو محمد يعني فتحوا الدنيا ان يعني خلاص في لعبات تانية في حاجات تانية غير الكوره، فليه لا؟ احنا طبعا ده توعدنا يا كابتن. طبعا انا اوعدكم وده يشرفني طبعا دايما ابقى معاكم في قناه الاهلي. طبعا انا كابتن مصر النادي الاهلي وطبعا انت عارف انا بعشق الاهلي، فطبعا نتمنى طبعا المشروع ده يطلع للنور وان طبعا دور الاهلي الوطني دايما بينشر وبيساعد طبعا المشاريع ديت وبقوه سواء اعلاميا او يفتحوا لنا ملاعبهم في اي وقت، وبنقدر ان احنا يعني ده هو ده دور النادي برضه مش بس على مستوى النادي لا على مستوى الدوله ككل. فالمشروع دوت الحمد لله رب العالمين طلع بقوه جدا، احنا في مركزين بس عندنا اكثر من 430 لاعب ولاعيبه، المفروض ان شاء الله في 8 محافظات هنوصل لاكثر من 3000 لاعب ولاعيبه، فان شاء الله ده هيكون كله بيعود للمنتخب فايده وعلى مصر. وزي ما العميد محمود قال ان اللعبه بقت دلوقتي مش لعبه الاغنياء وبس صفوه، لا احنا الحمد لله يمكن في بورسعيد التايم سكواش 45 دقيقه سكواش واللياقه ب 11 جنيه، ده يعني مش معقول ان انت تلاقي فرصه دي بره الدرس يوصل 300 400 جنيه تتمرن مع احسن مدربين موجودين في بسيطة. ولسه لسه يا فندم انا كنت بتنسيق مع كابتن امير بكلم العمده طلعت اللي في مدينه اسنا اللي هي البلد بتاعت والدته والله قال لي انا عندي في مركز شباب في قنا هنكلم السيد المحافظ محافظ اسوان وعايزين ننتقل مع كابتن امير نطلع نشوف الدنيا هناك وخلي الناس تنبسط والناس تفرح والناس تشوف الدنيا. قلت له حقلك عليا مصطفى ده مشروع قومي زي ما انت قلت سيد العميد. انا بشكرك مصطفى ان هو قريب من سن الناشئين فدايما بيبقى الاولاد الصغيرين مرتبطين. انا بشكرك يا كابتن امير بشكرك جدا جدا وان شاء الله ان شاء الله قريب نكون مع بعض باذن الله. لازم مهم قوي نفتح الموضوع ده.